العالم كله بلا استثناء من امبارح في حديث شيق جامد جدا عن اللي حصل في 212. فعشان نتكلم عن 212 لازم يبقى معانا الكينج من وجهة نظرنا الميدل ايست. هو الكينج، هو اللي يستحق، هو بطل وفخرنا كمال الجرجاني. السلام ورحمة الله حبيبي، يعني كيف اخبارك؟ كيف الامور؟ الحمد لله الحمد لله. انا هسألك السؤال اللي الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي، اخبار كمال، الروح المعنوية او الروح النفسية عاملة ازاي؟ كمال زي البومبا. امس عدى في امس وبديت السيزن متاعي من اليوم. بالعكس الحمد لله، يعني انا مو بصغير اني بديت الرياضة مثلا امس ولا كذا. الحمد لله حصلنا انظلمنا كتير من قبل وكذا ومشينا. يعني لما تقولك لما الواحد يطيح ويقعد طايح لوطه مشكله، ينهض ويطلع على طول ويكمل المشوار ان شاء الله، ومكملين المشوار. يعني العالم زي ما قلت انت، العالم كله شاف كمال السنه الماضيه وشاف كمال ايه قالهم حنكون بالسنه دي، وجاب فعلا طبعا. وكان التطور واللي تكلمنا عليه جبنا، احنا ما نتكلمش من فراغ. والحمد لله اثبتنا للعالم كله، العالم كله بيتكلم ويعرف كيف كمال وشين اللي صار مع كمال، الحمد لله. فبالعكس انا مبسوط جدا، بالعكس يعني شون رياضي جدا مجتهد نفسه، هو طور شيء يعني طور كويس. ولكن الحكام، انت كنت تتوقع ان جون كلوريدا هو اللي يجي؟ انت احنا كان الكلام كله على ديريك، على ديريك فجاه جون كلوريدا طلع من تحت الارض. العالم كله هو شوف، يعني جون كلوريدا صراحه السنه الماضيه كان هو المفروض يكون ثاني صراحه. يعني ديريك نفس الشيء، دائما يحاولوا يمشوه يدخلوه معنا. امس ما كان يستحق رابع. احمد اشكلاني كان المفروض يكون يفوز عليه بدون منازع صراحه يعني، ولكن هذا وجهة نظر الحكام، احنا ما نقدر نتكلم. اذا الحكم والحكام شافوا هالشكل الحمد لله رب العالمين. يعني ما يعني شو الواحد اللي بيقوله، هو ممكن فاز باللقب وانا فزت بالكراود بالجمهور، بحب الجمهور طبعا الحمد لله. طب كمال انا عايز اسالك سؤال، ولو ان انا عارف ان السؤال ده المفروض ما يتسالش، هل كمال الجرجاني اثر السنه دي من وجهه نظر كمال الجرجاني ان هو فعلا يستمر ويفضل حامل للقب، ولا العمليه يعني سياسه؟ انا ما اثرتش، انا بالعكس اتطورت زي ما قلت لك، انا اتطورت وطلعت بمستوى اقوى والعالم كله شهد على الموضوع هذا. فاللي صار الله اعلم، اذا الحكام وجهة نظرهم بالشكل هذا اللهم بارك. يعني مش حيكون مثلا انا اقول لك لا خلاص وما كذا، لا ان شاء الله ان شاء الله في بلان اوريدي من اليوم بديت انني حنرجع السنه الجايه ونشوف. لو كان في شيء تاني بعدين بنقول انا اوبا وبنأخر بالضبط، وبنقول للام بي سي شكرا والسلام عليكم. طب انت اكيد اتفرجت على صور او مقارنات فيديوهات، انت من وجهه نظرك ككمال لما انت اتفرجت على الحاجه دي حسيت ان انت في حاجه ناقصه، في حاجه مش كامله، يعني في ايه الغلطه فين؟ يعني اكيد لازم ندور على الغلطه عشان تشتغل مع كريس او كريس جاي اصلا. طبعا طبعا انا اشتغلت، مش انا بنفسي، انا اشتغلت وسالت ابطال مخضرمين كبار كبار في اللعبه، مش داعي اذكر اسماء ولكن كبار امريكان. قالوا لي انت المفروض تكون اول. كريس اسيدو رايو واقف ورا. كريس اسيدو يعني كريس اسيدو احنا اللي كنا مخططين فيه. اللي احنا خططنا عملناه ووصلنا للعالم ان كمال اللي كانوا بيقولوه ان كمال وعمره ومش حيتطور وعمره كبير وكذا، علمناهم كلهم ان كله غلط بالزبط. وثبتنا كذا بالضبط صح. والحمد لله كان لو تطور في العمر كمان، يعني انت ما شاء الله يعني عمرك كبير بس اثبتت ان العمر مجرد رقم، مجرد وعادي. رقم بالضبط، وهذا اثبتناه للعالم والحمد لله. يكفي ان العالم كله يعرف ان العمر حاليا صار رقم عندهم، واعطينا هوب للعالم كله طبعا. فالحمد لله بالعكس والله اني انا مش زعلان، انا مبسوط، حققت شيء في 4 سنين بس كبروفيشنال محترف اللي ما حققهاش حد الثاني. فالحمد لله، وزي ما قلت لك السنه الجايه ان شاء الله حتكون هي الفاصل ان شاء الله.
لو هنتكلم للشعب الليبي هتقول لهم ايه عشان هم مستنيين؟ الشعب الليبي صراحة يعني مهما نتكلم مقصر في حقه، مش الشعب الليبي بس، الليبي المصري العربي الجزائري كل العرب صراحة والله العظيم شفت حب صراحة ما يتشرب الفلوس من الجمهور العربي المسلم الحبيب اللي بارك الله فيكم وعلى راسي. مهما نتكلم مش هنكون كفي في حقكم، لأن فعلا يعني كنت أتمنى وأنهم ما كانوا يتمنوا أكثر مني وكانوا خايفين أكثر مني إن في ظلم وشاف الظلم، بس الحمد لله ولا يهمكم. كمال حيرجع السنة الجاية إن شاء الله. ألف مليون مبروك لكمال على المركز الثاني، خلاص اللي حصل حصل. ألف مليون مبروك. وبنقول لكمال الجبابرة هناك جس شو ذات مان الجبابرة. نقول لكمال ونقول للوطن العربي ونقول الناس كلها، كمال انت السوبر هيرو بتاعنا. الحمد لله الحمد لله. نشكره بنشكره بنشكره على المجهود اللي قدمه لنا، وبنشوف باذن الله 2021 2021 ان شاء الله حيكون للاتلتيكون والاولمبيا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله حنتطور اكثر، ان شاء الله حنعمل جهد كتير، اكيد حنتطور اكثر ان شاء الله باذن الله. يلا حبيبي شكرا حبيبي بشكرك يعني. على الله يبارك فيك وشكرا وشكرا للجمهور العربي على راسي. اللهم امين يا رب. We're not accepting the results like Trump. We're not accepting the results. We're not. I want to see the judges. The guy is always telling or saying for me that I'm the troublemaker. If we be honest, this is the real troublemaker here. Yeah. He's the guy who create all the bros. He is the guy who always get the chili and the spicy things to Olympia. So we are not accepting Kamal's results like Donald Trump. I want to see the signatures from all seven judges. Yes. And I saw one judge get up. We don't know what happened. Ah. And I saw a judge not wearing a mask. So we're not accepting it. Al-Jababira. Okay, thank you so much for this interview. Thank you. Thank you. Let's go for Olympia.